جدا الدكتور هنا الطاهري مختصة في جراحة وتجميل الأسنان. بالرباط صباح الخير. صباح الخير على جيهان. مرحبا بك. فرصة سعيدة أنني معك هذا الصباح. احنا أسعد. أنت مشرقة كالعادة. وحتى أنت يا دكتورة منال. كنهضروا على الإشراقة والفم والأسنان محتاجين الإشراقة كذلك للا منال. هنا بغينا نصائح اللي هي عامة ومفيدة لكل السادة والسيدات اللي اليوم كيفكروا في تبييض، كيفكروا في ابتسامه اليودية، كيفكروا في تلبيس باش ما يتعرضوش للنصب والاحتيال. من حقهم يسولوا دكتورة منال. اشنا هما الأسئلة المشروعة في هذا الموضوع هذا؟ اولا فاش كيكون الشخص باغي يدير تبييض الاسنان فكيخصو طبعا استشاره عند طبيب. وفي هذه الحاله الاسئله اللي خاصها تطرح عند من طرف المريض عند الطبيب هي شنو الاسم مثلا ديال البرودوي باش كيدير تبييض الاسنان في حق المريض، انه يعرف شنو السميه ديال داك البرودوي اولا منين جاي. ثانيا هو عدد الحصص اللي غيحتاج باش يكون عنده يعرف واش حصه او جوج، واش الثمن كيتغير حيتاج حصه او جوج. ما فيها باش يقدر يدير جوج استشارات الا ما عندوش ثقه كبيره في الطبيب. نعم. ولا جات الثقه كاينه في الطبيب يعني طبيب عائله، فهنا راه كيكون مرتاح. وهذه بالنسبه لشنو هو داك التبييض، يعني باش خصو يعرف شنو هما الطرق ديال التبييض اللي كاينه واللي موفره ليه، والاسعار تكون واضحه في الاول. عندك السؤال بشحال غتحسب لي هذا التبييض الا درتو في المنزل، او هذا التبييض الا درتو في حيت كنهضر على المنزل بديك القوالب اللي تداروا وكنعطيو للمريض داك الجل اللي كيدير به التبييض. فهنا يعرف علاش هذا لا وعلاش هذا واش غير مساله سعر او مساله السنان ديال داك الشخص كتكون عندها واحد النتيجه احسن في هذا التبييض ام الاخر. نعم. وبالنسبه ل دونك هذا باش ما يكونش بحال اللي قلتي نصب واحتيال، هو ما تنهضروش بصراحه على نصب، ولكن غير امر تيكون سوء تفاهم في المراكز، حتى يعني مراكز غير مصادق لها انها ممكن دير تبييضه دكتوره. حيت كاين بعض المرات كيكون لي برودوي حنا اللي تنخدموا بهم ديال البلونشيمون فيهم التركيز ديال كل واحد مختلف على واحد اخر. يعني اذا كنا بغينا نديروا واحد التبييض ديال الشهر راه ممكن، الا بغينا نديروا ديال 6 شهور راه ممكن، بغينا نديروا حتى العامين راه ممكن. فهنا كيكون واحد الوضوح، يعني خاص تكون شفافيه بين الطبيب والمريض في هذا الشيء. المريض خصو يكون حتى هو عارف شنو باغي، واش بغيتي واحد التبييض باش يكون واضح، واش بغيتي واحد التبييض اللي غيدوم لك عامين بواحد السعر اللي هو هابط بزاف، راه هذه راه مستحيل. وباين البرودوي اللي غادي تستخدم به دكتور تماما، حيتاش ما يمكنش واحد السعر اللي هو طايح بزاف وغادي تقول بغيت انا واحد التبييض. لا هذاك السيد راه دار لي واحد التبييض، نتلاقاو في 3 شهور ونشوفوا ديك النتيجه. راه طبعا ما يمكنش حيتاش ما تحت فيهم خصو يضيع. وهي الغرض هو تكون ذاك العلاقه تكون مربحه للاثنين، يعني لا الطبيب كيخدم فرحته ولا المريض يكون راضي على راسه شنو كاين. تماما. هادو هما الاسئله بالنسبه للاخير هي الا كان تسوس، وهذا يرد البال لا سيما الا كان تسوس في الاسنان الاماميه اللي غتخضع للتبييض، فهنا ضروري ما خصها تعالج من قبل. حيت الشيء الا درنا التبييض وعاد قلنا نديروا السوسه فهذيك الماده المبيضه كتقدر تادي السنه وتخليها حساسه اكثر ولو انها تعالج. نعم. يقدر يعطي مضاعفات. فهادو هما زعما بالنسبه لنا الشروط اللي خصها تكون موفره للمريض. السعر، عدد الحصص، بعض المرات نقدروا ما نعرفوش حصه او جوج باينه، ولكن بعض المرات في الحصه الثانيه كتقدر تضاف واحد الثالثه، ولكن هذه كتكون يعني داخله في البروجي، ما كتكونش شي حاجه زعما ما خصهاش تكون غفله. نعم. يعني واحد تيغفل الاخر في الاخير ولا نعم. فهذه كيبان لك طبيب واضح املها في الحقيقه في الاول، فهمتي؟ نعم. بالنسبه للتبييض، بالنسبه لتلبيس الاسنان، فهنا تنصح المرضى انهم فاش يمشيو عند الطبيب يشوفوا الكفاءات ديالو، وحيت التلبيس راه بزاف للاسف بحكم ان المختبر اللي تيخدموا معاه كيعذر فيه يدير التلبيس، فالطبيب كيدوز حتى هو يدير التلبيس ولو ان التقنيه ديال نحت الاسنان ما كتكونش عنده. فخصنا نشوفوا واش عندك ديكا ديالك افون اتري والاختصاص حتى هو مهم فعلا. والطبيب راه يقدر يوريك مثلا انواع ديال، حيت دائما كناخذوا صور بكل صراحه فاش كنديروا التلبيس، ربما ما كناخذوش كاع ليكا، ولكن ضروري ما كناخذوا على الاقل مره في الاسبوع ولا مره في 15 يوم خصنا ناخذوا واحد لوكا ديال افون ابخي كيبقى عندنا حتى حنايا، وكنقدروا نوريو في المريض
بلا ما يبان الوجه غير الابتسامه كنقدر نوريو المريض اللي تيجي شنو الطبيب شنو تيعرف يدير المرتقبه تماما. حيت تقدر تكون انا مثلا كنبغي التبيض عفوا تلبس ولكن خصو يبقى طبيعي ربما المريض تيجي لا هو خاصو التلبس اللي يبان. فهنا الطبيب اللي كيهضر معاك ربما ما غاديش هو اللي غيليق ليك. يا طبيب متشبث في ديك الفكره ديال لا خاص ضروري الابتسامه تبقى طبيعيه والمريض ما عمرها تيقول لك لا انا بغيت نجوى كرم. فهنا في ديك الساعه راه ما يمكنش مشكل يعني غتمشي عند الطبيب اللي هو متفق معاك في هذيك العقليه وفي هذيك الفكره. يعني انا بالنسبه لي ما نمشيوش في النهار الاول في الديبا يكون واحد باغي ياخذ اتجاه والاخر اتجاه اخر باش في التالي نلقاو راسنا. هو الطبيب هو يعني المايسترو هو اللي غيعرف شنو يصلح وشنو ما يصلحش. دكتوره منال قاهره باتفاق طبعا مع الزبون او المريض. اليوم يعني حتى في المطارات وخصوصا يعني المطار ديال القاهره او ديال مصر كتلقاهم يعني دايرين بوتيكات صغيورين وتقريبا 16000 ريال ممكن يعني تعمل عمليه تبييض يعني في ساعه او ابتسامه هوليووديه. في تركيا كذلك يعني تعددت المراكز في قله اولا الثمن والسعر انه قليل والوقت كذلك وجيز جدا. شنو كتقولي على هذا شنو كاين اليوم وشنو هاد الاختيارات اللي هي مطروحه؟ الو هذوك اللي تيديروا في المراكز على خارج عيادات اسنان هذوك تيكون البرودوي باش كيستعملوا التركيز ديالو خفيف جدا. فهو التركيز راه نفسه اللي كيتباع في لافارماسي. يعني ممكن الشخص كيما غيديروا في مركز 100 درهم كيما قلتي ممكن يشري ذاك البرودوي راسو في لافارماسي حيت راه نفس المنتوج. ما كاينش يعني ليغالمون ما يمكنش ياخذ واحد التاجر ياخذ ذاك البرودوي اللي عنده تركيز مرتفع حيت ما عندوش الرخصه الا بغينا نقولوا باش يستعمل واحد التركيز مرتفع على الاسنان. فهنا هذه مساله غير ماركتينغ. طبعا الشخص ربما غيقول غنمشي لافارماسي ما نعرفش نديرو. الا مشيت لذاك المركز غيقدر يخرج ليا اكثر. راه نفس الوقت 15 دقيقه هنا ولا 15 دقيقه في الدار راه نفس الشيء غير هو التركيز ضعيف. فكتخرج فرحان ديك الساعات ولكن هو دغيا كيمشي هذاك التبييض. انا ما عندي حتى شي حاجه خلاف هذه الطريقه فقط شنو عندك فيها مشكل هو خص يكون بالنسبه لي مادام انا التركيز خفيف ما كاينش خطوره بالصراحه بالنسبه للمريض. حيتاش راه واخا تكون عنده سوسه واخا يكون عنده لثه فيها مشكل فهذاك التركيز اصلا راه نازل ما غاديش ياديه وقدر غير ما ينفعوش. يعني الصراحه لو سول ديفو هو انه يقدر اذا عنده سوسه ولا عنده مشكل لثه النتيجه تقدر ما تخرج ليهش وصافي. يعني ما ينفعو ما يضرو انا بغينا نقولو صافي. فوالا هذوك اللي باغا سوغيغ كيتسماو كاينو حتى هنايا في مدينه الرباط خرجوا شي وحدين ما عرفتش واش باقي ولا لا. ولكن اللي كنا كنشوفوا حنا في ديك الوقيته اللي خرجوا داك لي باغا سوغيغ جاو عندنا بزاف ديال لي باسيون اللي ما فرحانينش بديك الابتسامه. يعني كانت حتى 300 درهم او 350 درهم هذا السعر يعني نزل واحد الحد انكرويابل. ولكن صراحه النتيجه ما كانش زوينه. اللي تنصح الناس هما ماشي حيتاش واحد السعر اللي هو منخفض يديروا يعاودوا ما نساوش الا درتيه وعاودتيه مثلا في شهر وعاودتيه في شهر فالسنان كتقدر هذيك الساعات اللي تقدر تاديهم حيت كتقول شنو فيها واخا نفرح به غير شهر ونعاودو انا كاع حيت راه تيدير 300 درهم بالنسبه للشخص مثلا متوفر عنده داك انا كل شهر كتبقى احسن من 2000 ولا 3000 درهم. يعني كتبقى رخص. ولكن هنا فين كتولي الخطوره ديال داك لي برودوي حيت كيتسربوا للميناء. الا كان مره في 6 شهور ولا في عام راه ما كاينش اشكال. ولكن الا كان بحال هكذا بواحد الوتيره اللي هي خفيفه بزاف فهنا كيقدروا السنانو يصفاروا وما كنقدروش حنا نبيضوا هم من بعد. نعم. ربما كنتلاقاو مع صعوبات. نعم. الناس اللي كثروا من مواد التبييض المنزليه او لا ديال هذه باغا صغير او لي سوسات ناتورال فوالا صفرار وحتى صفرار اللي حنا لقينا صعوبات باش نرجعوا للبياض الاصلي. غادي نرجعوا لك مره اخرى دكتوره منال الطاهري وفي مواضيع اخرى دائما تخص الابتسامه والاشراقه لانك مختصه في جراحه وتجميل الاسنان وكل واحد فينا كيقلب على الجمال. دكتوره منال الطاهري جمال الروح احسن من جمال تماما. شنو كنت غنقول لك؟ الحمد لله كنتعاملوا اغلبيه فاش كنهضروا مع شي حدا كنتعاملوا مع جمال القلب وجمال الروح ديالو الحمد لله. وهي اللي كتضفي ابتسامه اخرى واشراقه اخرى للاسنان ولعملكم دكتوره منال الطاهري. بارك الله فيك. شكرا لك. وانا اللي تنشكرك. شكرا وجمعه مباركه لك ولجميع المستمعين. الى اللقاء. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغض الدعاء